السلام عليكم. اليوم رح نتعلم مع بعض كيفية طبخ القهوة بالطريقة الصحيحة. كتير من الأشخاص ما بيعرفوا الطريقة الصحيحة بتطبيق القهوة. كتير من الأشخاص بحطوا البن على المي الباردة وبيعملوا القهوة. هيدي الطريقة خاطئة جدا ومنها مظبوطة، لأنه بيصير البن مع المي الباردة بيصير مثل التفل. وأيضا في أشخاص بحطوا السكر بالمي بعدين بحطوا البن، كمان هيدي الطريقة خاطئة جدا لأنه بتتغير طعمة القهوة، لأنه السكر والمي بيتحللوا مع بعض وبتتغير طعمة القهوة بعد ما نحط القهوة. يعني لازم نحط القهوة بس تغلي المي، بنحط القهوة وبنحط السكر بعدين، طبعا حفاظا على طعمتها وحفاظا طبعا على القهوة المظبوطة. أنا وياكم هلأ رح نطبق القهوة سوا ورح فرجيكم طبعا طريقة تقديمها. انا هلا مثل ما شايفين حطيت القهوه وخففت الغاز على الاخر. بهيدي الطريقه بتصير القهوه تتنبت وبتصير عنا اطيب قهوه. انا ضفت لها سكر، شويه سكر بعد ما حطيت البن، ليه؟ كرمال الطعمه ما تتغير. بتمنى اكون عم فيدكم بكل المعلومات اللي عم اقدم لكم اياها، وبتمنى ايضا كون فتكم بهيدا الفيديو وتعلمتوا على الطريقة الصحيحة لكتير من الاشخاص ما كانوا بيعرفوها وكانوا يطبقوا القهوة بطريقة خطأ. مع اطيب فنجان قهوة، الى اللقاء.